بسم الله الرحمن الرحيم. هشرح او المايوكاردال انفاركشن او شابتر المايوكاردال انفاركشن. المايوكاردال انفاركشن طبعا زي ما اسمه كده هو جلطه او ضيق في الشريان التاجي من الكورونري هارت ديزيز، يعني جلطه في الشريان التاجي عمل لي انفاركشن يعني موت في جزء من العضله. الشابتر ده يا دكتور اهم شابتر في البايو كيمستري كلها، سواء ميتابوليزم او كارديولوجي. ليه الشابتر ده بالذات؟ مبدئيا هتلاقي نفس الشابتر ده بنفس صفحاته بنفس بياناته في البطن، مع العلم انه معلومات اقل. يعني انت هتاخد معلومات هنا غالبا مش هتلاقيها في البطن، هتلاقيها في بطنه كمعلومه بلايند كده من غير تفسير، من غير ما يقول لك يا جدي جت منين، هو كده. فبالتالي ركز فيه، لان هو انت هتشوف الفيديو لن يزيد عن تلت ساعه ولا ربع ساعه ولا حتى 10 دقايق، ما اعرفش والله دي حاجه عظيمه كده كويس. فهو مهم جدا ومحتاج تركيز كبير جدا ومفيد جدا طبيا. يعني انا هتكلم في طب مش هتكلم في كلمتين من بره. طب يلا دكتور، عضله القلب هل محتاجه اكسجين زي اي عضله؟ اه طبعا. وبالعكس يا دكتور، دي العضله اللي عمرها ما بتتوقف. يعني ايه؟ يعني هل من سنه 3 لحد النهارده بتوقف؟ الدكتور دي شغاله طول الوقت 24 ساعه، نايم صاحي واكل شارب اي حاجه شغاله، وبالتالي هي محتاجه كميه فيول رهيبه. يقال ان 25% من الكالوريز اللي بتحرقها القلب بيحرقها، يعني 25% من الكالوريز كلها بتاعت اليوم كلها القلب وحده بيحرقها، يعني شغال طول الوقت. فيا دكتور الهارت محتاج جود اكسجين سبلاي، ده محتاج سبلاي اكسجين كافي. جزاك الله خير. طب بنفسك يا باشا، ربنا يبارك لك. قال لك يا دكتور هي محتاجه فيول طول الوقت ومحتاجه اكسجين سبلاي وبلاد سبلاي طول الوقت وبكميات مش صغيره. يعني لما تيجي تدرس الكارديولوجي بالاناتومي هتلاقي الارترز الكورونريز كبير، يعني تروح المشرحه كده هتلاقي كورونريز محترم وشرايين محترم نسبه طبعا لعضله قلب قد كده، يعني عضله قلب قد كف ايدك كده. فانت يا دكتور قد كف ايدك وتاخد ارترز محترمه يبقى محتاجه اكسجين سبلاي محترم. طيب هيحصل كده اثيروسكليروسيس اصابه سبيس فاس كونستركشن، نقص للترويه الدمويه بلاد سبلاي لاي جزء من العضله. قال لك شكرا العضله دي ايه يا دكتور؟ عضله القلب قدامها 6 ساعات من الاسكيميا بعديها تقلب انفاركشن. تاني كده، عضله القلب قدامها ايه؟ 6 ساعات اسكيميا، خلاص انا الحته دي ما وصلهاش اكسجين عادي هنعديها لك، بس من 4 ل 6 ساعات بعديها انفاركشن. انا هدرس الانفاركشن مش هدرس الاسكيميا. الانفاركشن هي خلايا من الهارت حصل لها ايه؟ ماتت، وبعدين مكوناتها نزلت في الدم. فالدكتور هل مهم ان هو يشخص الانفاركشن؟ جدا. ليه؟ اصل الانفاركشن ده ممكن يكون حته صغيره عماله تكبر تكبر تكبر. ليه؟ لان القطر لما بيقفل بيموت ابعد حته عن البلاد سبلاي، وبعد كده القريبه ثم القريبه. فانا مهم جدا اشخص الانفاركشن عشان ايه؟ ما تكبرش. فيا دكتور كنا بنشخص الانفكشن بصعوبه. ليه؟ ارجع بقى الافلام والمسلسلات، واحد يخلق معجنه فيتعصب عليه فايه اللي يحصل بقى؟ يروح ماسك ايه؟ كتفي واقع. السيمتومز زي ما موجوده في الافلام بالظبط. الهارت سيمتومز غريبه جدا، بيجي لك وجع في الجو في الفك، وانا بشرح طب مش بشرح كلام في الكتاب، او وجع في الرقبه عند الشمال، او وجع في الكتف، او وجع في الصدر، او وجع في البطن، او لدرجه ان في عيانين بيقول لنا والله الانفيريور ام اي نوع من انواع المايوكاردال انفاركشن، ام اي اختصار مايوكاردال انفاركشن، بحموضه. يعني هو جايين الطوارئ باعراض ايه؟ حموضه. طبعا اي حد بيقول لك ايه؟ نيفر تريت ا بيشنت وداوت ا دياجنوزس. عيان جاي لك حموضه، خلاص خد انتي حموضه، روح يا معلم، انفاركشن مالها كده. يبقى دكتور اول معلومه هناخدها النهارده ان تشخيص الانفاركشن كان صعب. اسمع ايه؟ كان صعب لحد ما البايوكيمستري دخل وقال لك يا عم ما تيجي اشخص لك الانفاركشن بتحليل دم. تحليل دم ده هارد، هاخد عينه من الدراع من البلاد احلل بيها مايوكاردال انفاركشن. ايوه، وهي دي اللي هنشرحها النهارده. قال لك يا دكتور ان الهارد خلايا الهارد جواها انزيمز، لو خلايا الهارد ماتت الانزيمز هتنزل فين؟ فهبدا اكتشف المايوكاردال انفاركشن بدري وابدا اتعامل بدري بدل ما اكتشفها متاخر. يبقى اول معلومه خدتها، انا هدرس ايه في المايوكاردال انفاركشن؟ حاجه اسمها كارديك انزايم كرياتين كاينيز،
تروبونينز مايجلوبين ال دي اتش اي اس تي انا هدرس انزيمات بتزيد مع المايكاردال انفاركشن دي معناها انا بصوص انزيم انتراسيلولار انا لقيته في الدم ده معناه ايه ان الخلايا ماتت واتكسرت ونزل محتوياتها فين في الدم فهمتوا فكره يبقى دكتور حاجه انتراسيلولار انا لقيتها في الدم يبقى فيه مشكله نبدا باول واحد حاجه اسمها كرياتين كايناز نسيت اقول لكم ايه الريسك فاكتور بتاع المايكاردال انفاركشن يلا بقى الف جبنا واحد من الشارع قلنا له يلا يا دكتور قول لي ايه اسباب الزرحه الصدريه او الجلطه ها ايوه ايه اللي بيعمل اسكيميا اصلا اذروسكليروسس هايبر تنشن سكر دايابيتس ها يلا اوبيزيتي تخ سيديتري لايف ستايل واحد هايبر كوليسترولميا كويس ستريس مش احنا لسه قايلين الراجل خانم ابنه او الراجل عنده امتحان قريب يوم الثلاث الجاي ماشي يبقى دكتور الاستريس بيعمل ايه مايكاردال انفاركشن الاوبيسيتي الهايبر تنشن الهايبر ترايسلجلسيريميا هايبر تاج هايبر كوليسترولميا زياده الكوليسترول يبقى دكتور حاجات ريسك فاكتورز سهله جدا توقعها بتعمل كلها ايه زبحه صدريه زبحه صدريه انجينا دي مش موت عضله القلب ده كده نقص البلاد سبلاي موت عضله القلب يبقى اسمها ايه مايكاردال انفاركشن ده مش زبحه ده موت عضله القلب هسمح بالعربي اسمها احتشاء كويس سيمبتومز عرفناها بيجي له بين في الباك في الاسترنم في الجو في اي حته سبلايد بالهارت يعني فريك نيرف اشوف ماشي ازاي سبلايد باي حاجه بقى من دول كويس ده في عيان اسمه سايلنت سيمبتومز يعني سايلنت سيمبتومز ما هو ما كانش سميناها سيمبتومز سايلنت سيمبتومز سيمبتومز غريبه ما لهاش علاقه بالكارديو اسمها سايلنت سيمبتومز او ديليت سيمبتومز يعني الانفكشن جه وانتهى وجالي سيمبتومز دي اسمها سايلنت سيمبتومز يعني ايه يعني هو ما تشخص مش هيتشخص اعراض ما لهاش علاقه بايه بالكارديو واحد يقول لك ايه لساني تقلان فاهم سايلنت سيمبتومز فهمنا الفكره يقول لك فيو اور ديليت سيمبتومز كويس طب يلا دكتور توكل على الله ابدا بالانزيمات اللي هشخص من خلالها عيان كارديو بدل ما كان صعب دلوقتي بقى ايه تحليل ايه ده يلا نبدا بقى حاجه اسمها كرياتين كاينيز كرياتين كاينيز ثلاث انواع حاجه اسمها ام ان وحاجه اسمها بي بي ام ان في المصل حلو وبي بي في البرين حلو اللي عندي في الهارت اسمه ايه ام بي عشان تحفظها ام بي دبليو في قلبي كويس طبعا العربيات جامده جدا احفظها ام بي ماشي والدبليو دي عشان بينا وبين بعض انا اسف قالش سخيفه جدا يلا قالك يا دكتور كرياتين كاينيز ام بي كرياتين كاينيز ام قالك يا دكتور بيزيد بعد 3 ل 4 ساعات من الانفاركشن يعني بعد الانفاركشن بكام ساعه 3 ل 4 اورز وبيوصل لقمته بيك يعني ايه قال لك الدكتور اعلى نسبه ليه خلال 24 ساعه يعني بعد 24 ساعه من ايه من الانفاركشن اسمع بقى وبيرجع للنورمال بيرجع للطبيعي بعد 36 ساعه ايش الدكتور ارقام قد تبدو كويسه وقد تبدو وحشه مش عارف يعني مش عارف الارقام دي حاجه حلوه ولا حاجه وحشه بس همشي معاك ده 3 4 ساعات 24 ساعه قمه ويرجع الطبيعي بعد كام 36 ساعه يعني بعد الجلطه ب 36 ساعه هل هلاقي كرياتين كاينيز في الدم لا مش هلاقي كرياتين كاينيز في الدم هيجي سؤال شهير هل هو سنسيتيف نو ليس سنسيتيف زي التروبين ليس سنسيتيف اقل حساسيه يعني هل لو حصل انفاركشن هو سنسيتيف ليه سنسيتيف للانفاركشن ولا كارديو انفاركشن لا ليس ازاي تروبينين ماشي يا دكتور انا همشي وراك لحد ما افهم ايه البيانات دي يعني انا باخد بيانات كام بيبدا امتى بيبيك امتى بيرجع من نور امتى وسنسيتيف ولا لا لكن مش فاهم ايه معنى البيانات اللي انت قلتها ما فهمتهاش معلومات استنى طب يا دكتور تروبينينز مش احنا قلنا ليس ازاي تروبينينز طب هنيجي نشوف التروبينينز مش يمكن يكون فيها العطاء انا في دكتور التربونينز بتزيد بعد 3 ل 4 ساعات شبه مين شبه الكرياتين كاينيز يعني بتطلع في نفس الساعات تقريبا اسمع بقى والكونتينوس مستمره فور 5 تو 10 دايز لو تروبونين اي اصلا عندي نوعين تروبونين اي وتروبونين تي تروبونين اي بيقعد من 5 ل 10 ايام مستمر وتروبونين تي بيقعد كام اسبوع اسبوعين اسمع بس الارقام دي دكتور انا حاسس حاجه هل التروبونين احسن ولا الكرياتين احسن مقارنه بالبيانات اللي مش فاهم معناها دكتور التروبونين وش ليه سنسيتيف وخد بالك بقى ولو حصلت الجلطه
delayed symptoms او few symptoms وقست التروبونين بعدها بيوم بعدها بيومين هعرف ان كان عنده جلطه، بعدها بخمس ايام اعرف ان كان عنده جلطه. يبقى يا دكتور يجي السؤال بتاع اسلام، يا دكتور ما دام هو مش سنسيتيف وبيختفي بسرعه بعد 36 يوم هل هو يوسفول؟ جدا يوسفول جدا، مش عشان التشخيص مش عشان الدياجنوزس، علشان الدياجنوزس بتاع الري انفاركشن. اسمع بقى، عيان ده غالبا ما جاتلوش جلطه ومشي، او جاتله موت لجزء عضله القلب ومشي، ده كل شويه يجيله جلطه تموت حته، تجيله جلطه تموت حته، تجيله جلطه تموت حته. واحد جاي لي بجلطه شخصته بالتروبونين، بعديها بيومين جاله جلطه تروبونين حاسس بحاجه، يا باشا ده انا زايد اصلا، قيسوا بعدها ب 10، جاله جلطه بعديها ب 7 ايام، بعديها ب 10 ايام. الوحيد اللي شخص الري انفكشن مين؟ كلافين كلافين بيرجع من نور بعد كام ساعه؟ 36 ساعه، يعني جات له جلطه النهارده وجلطه بعد يومين، هشخص دي ودي. يبقى يا دكتور فور دايجنوزس تروبونين تي مور سنسيتيف، فور دايجنوزس اوف ري انفكشن اور مالتيبل انفكشنز كرياتين كايناز. يبقى يا دكتور العلم مش بسطرمه، يعني يعني كل انزيم له حركته اللي بستخدمه ليها. تروبونين تي علشان اتاكد لانه سنسيتيف، كرياتين كايناز ام بي عشان ايه؟ الري انفاركشن اور مالتيبل انفاركشن. اسال بقى لا السنسيتيفيتي ليها علاقه بال بحاجه اسمها فولس نيجاتيف. كان في كوميك شهير جدا بيشرح لك يعني ايه فولس نيجاتيف وفولس بوزيتيف، يقول لك لو راجل حامل ده اسمه فولس بوزيتيف، مستحيل يبقى حامل، فبيقول لك لو راجل حامل شخصناه في العياده انه حامل، ده معناها ان ايه؟ فولس بوزيتيف، هو تشخص انه حامل، هو ايه؟ مستحيل يبقى حامل. لو ست حامل وتولد وانا شخصتها انها مش حامل، هي بتولد اوريدي يعني خلاص في بيبي اهو، اسمه فولس ايه؟ نيجاتيف. فالسنسيتيفيتي ديت بيقول لك ان ده لسه صعب جدا يبقى لسه فولس نيجاتيف، لكن ده ممكن يبقى فولس نيجاتيف. فاهم الفكره؟ ده صعب قوي يبقى فولس نيجاتيف، لكن ده ممكن يبقى فولس نيجاتيف، دي معنى كلمه سنسيتيفيتي. فهمت الفكره؟ بس هي دي فكره الفولس بوزيتيف فولس نيجاتيف. دكتور تفرق؟ لا مش تفرق قوي. كويس يلا دكتور مين سنسيتيف؟ تروبونين. هل هو سنسيتيف؟ يس. هل هو سنسيتيف؟ حلو. هل هو سنسيتيف؟ قال لك ليه سنسيتيف زي مين؟ تروبونين. طيب هل هو يوسفول؟ اه جدا. ليه؟ فور دايجنوس اوف ري انفاركشن كويس اور مالتيبل انفاركشنز كويس. طب يلا يا دكتور علي لي الليفل بقى. انا عندي سي كي اللي هو كرياتين كايناز ام بي 1 وسي كي ام بي 2 نوعين منهم. بيقول لك بقى لو انت دكتور شاطر وعايز تشخص الكرياتين كايناز، عايز تشخص مرض او عايز تشخص انفاركشن من الكرياتين كايناز، شوف نسبه 2 على 1 كرياتين كايناز 2 على، لو لقيت الريشيو اكتر من 1.5 بيقول لك it is excellent، نص الكتاب excellent indicator for myocardial infarction. ده غالبا وش عنده، حتى شوف انا بقول سنسيتيفيتي وحشه بس اقدر اقول ايه وش عنده. لو لقيت ان 2 بالنسبه ل 1 كام؟ اكتر من 1.5، يعني بيقول لك ان 2 ل 1 ده بيقول لك والله ده غلط. اصل الكرياتين كايناز بينهم من بعض كلمه مش موجوده في الكتاب موجود في المصل، فممكن يعني خبطه مصل ولا اي حاجه تعمل ايه الموضوع. فبس اكيد لو لقيت 2 to 1 اكتر من 1.5 لواحد excellent indicator for myocardial infarction. راح سالنا بقى سؤال تروبونين اي وتروبونين تي، مين منهم سبيسيفيك اكتر من التاني؟ التي وحش less specific less specific. طب راح احفظها ازاي؟ مين لو عايزين تحفظوها يعني كلمه سبيسيفيك فيها ايه؟ اي فيها ايه؟ اي. يبقى تروبونين اي هو اللي سبيسيفيك عايز تحفظها، بس عشان اقول نص الكتاب تروبونين تي از ليس سبيسيفيك. انا اسف ما لكش دعوه بالتحشيش، خلينا في العلم اللي انت بتشرح حاجه. يلا نخش على المايوجلوبين. نخش على المايوجلوبين انترا سيلولار ولا اكسترا سيلولار؟ انترا ولا اكسترا؟ صباح الفل. جوه العضلات ده المايوجلوبين جوه العضلات. انت اكسترا ايه؟ انترا ايه؟ سيلولار. لو لقيت دكتور مايوجلوبين انترا سيلولار ولقيته انا في الدم، ده معناه ان في عضله ما اتكسرت. بس بيقول لك يا دكتور في عيب، ده مايوجلوبين ده موجود فين؟ في كل العضلات. فهو ديس ادفانتج انت مستنيها هي ايه؟ not
سبيسيفيك مش ليس بقى ده نوت سبيسيفيك ده لو لعيب كوره لو لعيب كوره اتمرن تمرينه تقيله وجات له جلطه انفاركشن هلاقي ايه المجلوبين عالي ليه ما هو انت التمرينه التقيله دي بتعمل دامج للعضلات وبينزل شويه مجلوبين في الدفع فاهمين الفكره طب لو واحد جه حصل له حادثه ما الحادثه دي عملت كراش للمصر فلقيت فيها ايه مجلوبين لكن هل هي يصفر اكيد هنعرف دلوقتي ازاي لكن التايمنج انت هتسال على التايمنج ايه نو تايمنج بس بقى في ميزه تحفه بيفور رايز بيزيد بيفور السيتنج اسمع الحركه دي بيزيد قبل مين انا مش محدد له رقم معين المجلوبين فعلا ملوش رقم ما اقدرش اقول ساعه ولا ساعتين ولا ثلاثه بس انا عارف انه دايما بيزيد قبل مين كرياتين كاينيز عايز تقول ايه ما هو لو عايز تشوفها بدري جرب المجلوب هو ليس سبيسيفيك هو ليس نوت سبيسيفيك بس الصراحه بيجي بدري يعني انا دلوقتي لو جه حيان عنده اعراض ميكاردال انفاركشن وجبت حطيت له كرياتين كاينيز نيجاتيف سحبت له تروبولين نيجاتيف اروحه طب ما ممكن يكون انت في اول 3 ساعات انت ممكن تكون في اول ايه طب ما تجرب مايجلوبين يا اخي طب ما تصبر 3 ساعات وبعد كده تقيسهم تاني فاهم الفكره فاهم الفكره فهمت الطب هي دي الفكره ان انت لازم تتعامل مع المعلومات مع البيانات دي ازاي توفر لها معلومات جاي بقى في بطنك هتلاقيش الكلام ده هتلاقي خلاص ده بيستخدمه كذا وبيستخدمه كذا وبيستخدمه كذا طب جات ازاي جات منين جات من التايمنج يا باشا هنشوف بقى ايه هو يوصل فيه قال لك يا دكتور انا مش بشخص بيه انفاركشن انا بديترماين بحدد السايز اوف انفاركشن يعني يعني يا دكتور لو لقيت مايجلوبين كتير حجم الانفاركشن هيبقى ايه طب لو لقيت مايجلوبين قليل حجم الانفاركشن ايه فهو ميزته حاجه انا عايز اعرف العيان ده بقى لقيته ايه انا عايز احدد حجم الانفاركشن لحد ما ادخله ايكو وادخله بقى في حاجات اللي هو دخله بقى اشعاعات وحاجات وصبغه وبتاع عشان اشوف حجم الانفاركشن عايز اعرفه دلوقتي حجم الانفاركشن ازاي حاسس حجم المجلوب ده بيقول لك بقى في ميزه تحفه حاجه اسمها نيجاتيف رايز حجم عضله القلب قد ايه بجد قد كده لو الانسان عايش قال لك على الاقل في تلتين القلب شغال لو عايش مش مغمى عليه على الاقل في تلتين القلب شغال ينفع يبقى عندي انفاركشن وشغال لان القلب زي ما احنا اتفقنا ان هو مش اللي هو لو في لير ماتت يبقى كل اللايرز مش شغاله لا عادي القلب متشابك بتاع خطه بقى في الاناتومي ان هو يعرف يشتغل حتى لو في انفكشن صغير كويس طب يا دكتور انا لو لقيت حته كميه مجلوبه الدم قد كده العضله قد كده ده معناها ان دي مشكله صباح الفل انا لقيت كميه مجلوبين اكبر من حجم عضله القلب يعني القلب كله لو مات هيديني مجلوبين اقل من ايه من المجلوب اللي انا قسته يبقى ده يا دكتور بيقول لك نيجاتيف رايز يعني كميه المجلوبين ممكن تكسكلود يعني ايه تستبعد بايكارد انفاركشن انا ما اعرفش اشخص بيه بس انا ممكن استبعد بيه استبعد بايه عيان جاي لي بحادثه لقيت مايجلوبين عالي ده غالبا مش ايه مش مايكارد يا باشا ده او على الاقل مايكارديال وحاجه ثانيه يعني مايكارديال ومصر واحد جاي لي باصابه بملاعب وقست له مايجلوبين لقيته ايه عالي يبقى ده عالي زين على الجوم كوادري سيبس قد كده يبقى ده غالبا فيقول لك الدكتور النيجاتيف رايز بيكسكلود بيستبعد المايكارديال انفاركشن المهم ممكن يزيد كميه الهارت ما يعرفش يوفرها اصلا يعني المايجلوبين ده فين يعني جنب مين اكيد ما جاش منين من الهارت اكيد ما جاش منين من الهارت اصل في ناس كتير بيجي لهم شد عضلي بالتيبيكال بين بتاع المايكارديال انفاركشن يعني بيلعب جيم وجاله شد عضلي في المسلز المعينه اللي تحسسك انه ايه عيان ما جرد الانفاركشن لو استنى المجلوب اللي لقيته عالي جدا مش ما جرد الانفاركشن قول ممكن عشان كده قلت لك ايه نص تعرف يعني نص سبيسيفيك فولس بوزيتيف بقى يعني فولس بوزيتيف الراجل ده حاجه فكر فيها كده اللي هو ايه الراجل ده اللي هو صباح الفل اكيد لا فاهم الفكره؟ نسبة اللي هي أكبر واحد ونص دي حتى لو عنده مشكلة في المصر أو كده برضه حتى لو هي كبيرة لا 2 to 1 والنوع الـ NB مستحيل إكسلنت إنتيجر خلاص وش أبقى ضام يعني فاهم خدها مني فاهم خدها مني وما ترجعش ورايا لو لقيت 2 لواحد نسبتهم الريشيو أكتر من 1 ونص ده إكسلنت إنتيجر اللي أنا عندي ما يقدر يفكر خلاص حتى لو هو لسه سبيسيفيك لسه سنسيتيف مش سبيسيفيك كويس يفضل لي إيه؟ يفضل ايه
بلازما اي اس تي وبلازما ال دي اتش اللي عليها في الكتاب هم ارقام بيزيدوا بعد كام ساعه 12 ساعه الديك بتاعتهم كام يومين يوم يومين بيرجع له النورم بعد كام 5 ايام طب يلا ده بيزيد امتى 12 ساعه برضه بيقعد كام مش يوم يومين 3 ايام لاربع ايام واحد ريتيرن تو نورمال افتر ايه 1 ويك الشاطر البرنس اللي هياخد فلوس اللي هيقول لي طب ايه لازم دول يعني اظن اللي فوق ايه غطى كل حاجه غطى كل الاحتمالات ايه لازمه الباقي عايز يعني ايه اتابع ما هو كل ده عشان اتابع الوحيد اللي التشخيص بس تروبونين لانه ما ينفعش اتابع بيه طبعا تو ويك الصباح الفل متابع ايه فاهم التشخيص بس تروبونين طول ما التروبونين عالي انت جالك جلطه فاهم العلاج لو هو يتحسن او كده برافو دكتور انا عايز اعرف الجلطه دي بدات امتى وتحسنت ولا لا انا لو لقيت اسمعوا بقى الكلام ده مش عليكم خالص على مستوى تانية مستحيل بس نعلم مستوى البطنه بقى وعلى الله مش مستوى بطنه ده مستوى ايه يعني شغل بقى كارديو يعني اخصائي قال لي يا دكتور لو لقيت الكرياتين كايناز ام بي عادي ولقيت الاي اس تي عالي ولقيت التروبونين عالي ده وش جلطه خلاص بس يا دكتور لقيت البلازما ال دي اتش واطيه حبيت تفسر لي بقى الحاله هي كده ايه خلاص الموضوع بدا يتحسن لا ده ري انفاركشن الكرياتين كايناز عالي ايوه ده كده كده بتاع ري انفاركشن بيزيد على طول التروبونين كان زايد من المره اللي فاتت البلازما اي اس تي علت بعد 12 ساعه قشطه ووصلت للبيك بتاعها بعد يوم دي لسه ما وصلتش البيك فده ري انفاركشن ليه ما هو المفروض ان لو ال دي اتش عالي يبقى دكتور دي الجلطه القديمه لكن لو ال دي اتش دي قل ولسه معليش العاليه اللي بعديها دي فده فري انفاركشن جديده بقى ده احنا فري انفاركشن ايه فيا دكتور كل واحده ليها بيك بص دي يوم شوف سبحان الله دي 24 ساعه دي يومين دي 3 ايام كل واحده ليها بيك دي 5-10 ايام ده اسبوعين ده البيك بتاعه مش علينا التايمنج بتاعه فاهم الفكره فكل حاجه ليها بيك فانا اقدر اعرف من البيك هي الجلطه حصلت امتى لو البيك بتاعت الكرياتين كان نزل يبقى الجلطه من 24 ساعه بغض النظر لو البيك بتاعت ال دي اتش يبقى الجلطه دي من يومين لو دي يبقى من 3 ايام وهكذا يبقى بحدد التايمنج وزي ما قال بحدد التحسن يا باشا لو ده قل وده قل بعد اسبوع والتروبينين لسه عالي اخاف لا طب لو ده زايد وده زايد وده زايد والتروبينين زايد وانا بعالج يبقى علاجي شغال لا يبقى كده الخليه عماله ايه تموت يبقى يا دكتور واضح والله اعلم ان انا عشان اتابع عيان بيتحسن ولا لا بعد 5 ايام ده هيرجع نورمال انا متوقع عشان عالجته اقيسه بعد 5 ايام لقيته نورمال انا كويس قيس ده بعد 7 ايام لقيته نورمال انا كويس قيس ده بعد 48 ساعه لقيته نورمال انا كويس قس ده بعد اسبوعين لقيته نورمال انا كويس الحمد لله فاهم ايه الفكره؟ يبقى انا عشان اتابع الدواء شغال ولا لا؟ انا عارف كل واحد هيقل امتى فاستناه لو ما قلش يبقى في حاجه غلط فاهم الفكره؟ خلصنا الميكاردال انفاركشن كان من امتع الحصص اللي شرحتها في حياتي ان شاء الله.